العلوم الشرعية. قبل أن أبدأ حقيقة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من كان له يد عون في إنشاء وترتيب هذا اللقاء العلمي، لقاء الثلاثاء المبارك، وعلى رأسهم عميد كلية الحديث الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الفالح، ولكل أسرة كلية الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم المباركة. سنستعرض في هذا اللقاء واحدة من أهم الثورات العلمية في هذا العصر، وهي ثورة الذكاء الاصطناعي. هذا المجال الذي كان يعد في الماضي واحدة من مجالات الخيال العلمي، بينما نرى اليوم بأن هذا المجال لم يترك أي جانب من جوانب الحياة إلا وقد طرق بابه. نجد اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي في معظم جوانب الحياة، في كل شيء تقريبا، في الصحة، في التعليم، في الحياة الاجتماعية، في الحياة المهنية، في الحياة الاقتصادية والبيئية إلى آخره. سنحاول في هذا اللقاء استعراض نبذة مختصرة عن مفهوم الذكاء الاصطناعي وفروعه الأساسية وأشهر التطبيقات التي نراها في حياتنا اليومية. بعد ذلك سأحاول أن أستعرض لكم بعض التطبيقات التي قد تخدم بإذن الله تعالى الشريعة الإسلامية. سأحاول إسقاط بعض الأفكار علنا نفتح أبواب المبادرات البحثية لطلبة العلم. الصوت واضح، الشاشة واضحة أمامكم. صوت واضح شيخ عبد الله، والشاشة واضحة أيضا. طيب، بداية محاور هذا اللقاء بإذن الله ستكون زي ما ذكرت الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، ما الفرق بينهما؟ ثم بعد ذلك سأتطرق إلى بعض منهجيات الذكاء الاصطناعي التي قد تخدم في العلوم الشرعية. بعد ذلك سأتطرق لبعض التوصيات والمراجع. أمل أن يسعفنا الوقت، يعني إن شاء الله أنه ما بنتجاوز الساعة بإذن الله تعالى. بداية، يعني لو طرحنا سؤال، ما هو الذكاء؟ لو طرحت الآن السؤال على الإخوة الموجودين هنا، أتوقع أن يتبادر إلى الأذهان إجابات متفاوتة، إجابات مختلفة. حتى الآن لا يوجد تعريف واحد في قالب واحد نستطيع أن نعرف فيه الذكاء الاصطناعي أو حتى الذكاء بشكل عام. الآن لو طرحت هذا السؤال على الإخوة الموجودين، أتوقع أنه بعضكم سيقول أنه الذكاء هو قدرة الشخص على سبيل المثال على حل المسائل الرياضية، يعني قادر على إيجاد حلول رياضية سريعة في وقت سريع جدا وبدقة عالية. مجموعة أخرى قد يرون بأن الذكاء هو قدرة الشخص على التعلم، تخزين كميات كبيرة جدا من المعلومات ومن ثم استرجاعها في وقت قياسي وبدقة عالية. على قولهم في المدارس نقول عليه الدافور، يعني الشخص القادر على الحفظ والمذاكرة نطلق عليه شخص ذكي. مجموعة أخرى قد يرون بأن الذكاء هو قدرة الشخص على تربيط مجموعة كبيرة من العلوم، إيجاد نقاط مشتركة بين هذه العلوم، ويستطيع الاستدلال واستخراج معلومات جديدة من هذه العلوم من تخصصات مختلفة. هذا قد يكون جانب من جوانب الذكاء. طبعا في الحياة الإنسانية نستطيع أن نجد أنواع أخرى من الذكاء، كالذكاء العاطفي، كالذكاء الاجتماعي. هناك أنواع عديدة من الذكاء لا يمكن وضعها في قالب واحد. طبعا المجموعات اللي ذكرتها أنا كالذكاء المنطقي أو الذكاء في التعلم أو الذكاء في قدرة الشخص على تربيط العلوم المختلفة والاستنتاج والاستدلال بها، كل هذه هي حقول أو أنواع قائمة في الذكاء الاصطناعي، يعني هي فروع أساسية في الذكاء الاصطناعي. دعونا الآن نرى ماذا قال الفلاسفة في تعريف الذكاء. على سبيل المثال أفلاطون عرف الذكاء على أنه النشاط الذي يكسب صاحبه العلم والتعلم. يعني في هذا التعريف قد نرى أنه فقط ربط التعريف الذكاء بقدرة الشخص على التعلم. أرسطو على سبيل المثال قال بأن الذكاء هو مجموعة الأحاسيس والمشاعر التي تشكل العقل والمنطق. تعريف آخر يعني تطرق فيه إلى المنطق. جاء بعد كذا عالم النفس أودين قال خلاص أنا بوقف الجدل وبعرف الذكاء من منظور آخر، من منظور اختبار يحدد قدرة أو ذكاء الشخص، زي اختبارات القياس أو اختبار
الاي كيو، هذا اللي بيحدد ذكاء الشخص. هذه الاختبارات تقيس فعلا مستوى معين للذكاء، لكن لا تقيس جميع انواع الذكاء، لا تقيس على سبيل المثال الذكاء الاجتماعي لانه يحتاج مقابله شخصيه او يحتاج انه معاشره على اساس الواحد يقيس الذكاء. هذا اقرب الى قياس مثلا مخرجات التعلم او قياس التحصيل العلمي على سبيل المثال. بعد ذلك طبعا هناك مجموعه كبيره من التعريف، لكن باختصار قد نستطيع بالقول بان الذكاء البشري هو مصطلح يشمل ويتضمن القدرات العقليه المختلفه، ومنها التحليل والتخطيط، قدره الشخص على التحليل والتخطيط، قدره الشخص على حل المشاكل وبناء الاستنتاجات، سرعه التصرف، سرعه البديهه، القدره على التفكير المجرد وجمع وتنسيق الافكار، التقاط اللغات، يعني بعض الناس يستطيع ان يتعلم اكثر من لغه بشكل سريع جدا، وبعض الناس بيواجه صعوبه. هناك فرق في القدرات العقليه، قدره الشخص على سرعه التعلم، كما يتضمن ايضا القدره على الاحساس وابداء المشاعر وفهم مشاعر الاخرين. جميع هذه الانواع هي انواع مختلفه من الذكاء البشري. بعض هذه الانواع تعتبر حاليا تخصصات فرعيه في مجال الذكاء الاصطناعي. طيب الان تقريبا اخذنا تصور عام ما هو الذكاء البشري. طيب ماذا تم يعني ما هي الانواع التي تم تبنيها في الذكاء الاصطناعي من هذه القائمه التي سردناها قبل قليل؟ عرف الامريكي جون ماكارثي احد علماء الذكاء الاصطناعي في تقريبا 1956، قبل 60 سنه تقريبا او 70 سنه، بان الذكاء الاصطناعي هو احد فروع علوم الحاسب الالي والذي يهدف الى انشاء الات ذكيه. عندما نقول الات ذكيه تذكر ان الذكاء هو ليس يعني جانب واحد، قد يكون جانب المنطق، قد يكون جانب في قدره التعلم واسترجاع المعلومه، اي جانب من هذه الجوانب. هناك طبعا تعريفات عديده جدا، ولكن نختصر فيها ان الذكاء الاصطناعي يهدف الى انشاء برنامج حاسوبي يحاول ان يحاكي الانسان الذكي ويكرر ويحاكي الانسان الذكي، ليس اي انسان، لانه بعض البشر ذكائهم متفاوت وبعضهم ذكائهم محدود جدا. لا نستطيع اذا كانت الاله او البرنامج الحاسوبي يحاكي شخص قدراته ضعيفه في الذكاء، فهنا الشرط ان يكون انسان ذكي. طبعا الانسان الذكي في ماذا؟ في حل مسائل الرياضيات المعقده، في الترجمه من لغه لاخرى وفهم النصوص، القدره على الفهم والتعلم واتخاذ القرارات، اكتشاف الانماط وتمييز الاصوات والصور. كما ذكرت كل هذه الانواع هي تخصصات قائمه وفروع اساسيه في الذكاء الاصطناعي. طبعا واحده من الصعوبات اللي تم مواجهتها سابقا هي كيف نستطيع ان نطلق على اله او برنامج الي بانه ذكي. احنا الان لم نستطيع ان نحدد هذا الشيء على الانسان، فكيف نستطيع يعني ان نحدده في الاله؟ كيف نستطيع ان نقول بان برنامج معين هو ذكي؟ صمم أحد علماء الرياضيات العالم الإنجليزي ألين تيورينج اختبار. هذا الاختبار يحدد مدى ذكاء الآلة. فعلى سبيل المثال يمكن الصورة الآن واضحة، هنا عندنا سائل، الشخص هذا يفتح مثلا لديه برنامج حاسوبي، البرنامج الحاسوبي هذا يتفاعل معه بشكل مثلا برنامج محادثة كالواتساب على سبيل المثال، أو برنامج أي برنامج محادثات. وبرنامج محادثات هذاك يعني في 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 الباك اند او في الشخص المتواصل معه قد يكون انسان وقد يكون برنامج حاسوبي. الان السائل هذا هل لديه القدره على تحديد من الشخص الذي يتحدث معه؟ اذا استطاع هذا السائل تحديد الشخص او البرنامج الذي يتحدث معه اذا كان انسان او برنامج حاسوبي، فهذا يستنتج أو يعطينا أن البرنامج الحاسوبي هذا ليس برنامجاً ذكياً. إذا لم يستطع الإنسان تحديد الشخص الذي يتعامل معه هل هو برنامج حاسوبي أو هو شخص، فهذا يدل على أن البرنامج الحاسوبي وصل إلى ذكاء قد يعادل ذكاء الإنسان. هذه فكرة اختبار
ألين تيورينج. طبعا هذا الاختبار فشل ذريع في الخمسين سنة الماضية، لم ينجح. لكن قبل تقريبا بضعة سنوات في عام 2014، وفي حدث أقيم في الجمعية الملكية في العاصمة البريطانية لندن وبتنظيم من جامعة ريدينغ، تمكن برنامج حاسوبي، البرنامج هذا الحاسوبي يسمى شات بوت أو برنامج محادثات آلي، ترسل له والبرنامج يرد عليك، الرد هذا يكون آليا. فتم وضع عينة في مجموعة لعينة من الحكام، وكان المطلوب منهم اختبار ما إذا الشخص هذا الذين يتحدثون معه هل هو إنسان أو آلة. طبعا هذا البرنامج أقنعهم بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة، ونجح هذا الاختبار. طبعا هذا النجاح هذا الاختبار يدل على أن البرامج الحاسوبية استطاعت إقناع الناس. يعني نستطيع أن نختصر بأن البرنامج الحاسوبي هذا وصل إلى ذكاء طفل عمره 13 سنة. نحن الآن كبشر لا نستطيع تمييز أي برنامج حاسوبي بالتفاعل معه إذا كان إنسان، أو برنامج حاسوبي إذا كان بعمر 13 سنة. هذا مؤشر خطير، يعني مستقبلا بعد بضعة سنوات عمر 13 سنة هذه راح تزيد، حنصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها التمييز بين إذا كنا نتحدث مع شخص بشري أو برنامج حاسوبي. ومتوقع أن نصل في السنوات القادمة، متوقع أن نصل لهذه المرحلة. طبعا هذه واحدة من المؤشرات، كانت في عام 2014 من المؤشرات على تقدم وقوة الذكاء الاصطناعي، وفعلا ثورة ليست هينة. يجب العمل لدينا للاستفادة من الجوانب الإيجابية، وبرضو الحذر من الجوانب السلبية من الذكاء الاصطناعي. طبعا الصورة هذه تمثل أحد الروبوتات، روبوت صوفيا، هذه كان أول ظهور لها في عام 2016. صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر، صممت من شركة هولندية، شركة كورية. تصدرت الروبوتات عناوين الصحف العالمية بكونها أول روبوت في العالم يصبح مواطنا شرعيا بحصولها على الجنسية السعودية. طبعا صوفيا تتمتع بصفات البشر، منها التعبير عن المشاعر والتواصل بلغة مفهومة. ماذا يعني إنه روبوت يحصل على الجنسية السعودية؟ طبعا هذا يعني يعطينا إنه طالما عندها الجنسية السعودية معناها لها حق التصويت، لها حق الزواج، يعني كيف لا أدري، لكن لها حق الزواج. لها إذا كان تعطيل نظامها أو إغلاق على سبيل المثال الشاحن الكهربائي، هذا يعتبر جريمة قتل. طبعا هذا يعني استوقفني الحقيقة، هذه النقطة بالتحديد استوقفتني، وتذكرت إنه الآن حاليا حتى من بضعة سنوات أخيرة بدأت بعض الشركات العالمية بمحاولة حوكمة وتشريعات حدود الذكاء الاصطناعي، إيجاد قوانين تحكم الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه يعني واحدة من النقاط التي تكون هامة في هذا الاجتماع وسأركز عليها، هو ضرورة وجود علماء الشريعة في الجهات تقوم بهذه التشريعات. يعني لابد يكون هناك تواجد من علماء الشريعة في وضع وحوكمة، يعني المشاركة في هذه التشريعات التي الآن توضع لحوكمة الذكاء الاصطناعي. سأتطرق الآن إلى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على عجالة، ومن ثم ندخل في كيف يمكن الاستفادة منها في خدمة الشريعة الإسلامية. بعض التطبيقات، الطبيب الخارق، طبعا هذه من الأشياء الإيجابية جدا لاستفاد منها استفادت منها البشرية بشكل عام، وهو قدرة بعض الروبوتات على إجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة جدا، القدرة على تشخيص وتحديد الأمراض الخطيرة مثل السرطان في وقت مبكر بدقة عالية جدا، أكثر بكثير من دقة الطبيب البشري. يعني تستطيع أن تقول بأن واحد فقط من الروبوتات قد يحتوي لديه القدرة على التفوق فيها على آلاف الأطباء البشر بخبراتهم. مثال آخر، السيارات ذاتية القيادة، هذه السيارات يعني أكيد سمعنا عنها، تقوم بالسير في الشوارع وتوصل الناس من موقع إلى موقع
وبدون تدخل بشري. يعني من النقاط اللي استوقفتني ايضا هنا وضروره الحوكمه وضروره وجود الاحكام الشرعيه في حوكمه الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، لو نفترض انا شخص ما في المركبه اتيه القياده ويجلس في المقعد الخلفي، ومن ثم استوقفه رجل المرور. رجل المرور هنا يعني على اساس انه بيعطيه مخالفه، من سيتحمل هذه المخالفه؟ الشخص الذي يجلس في المقعد الخلفي، ام الشركه التي صنعت العربه، او الشركه التي صنعت البرنامج الحاسوبي داخل العربه؟ هناك قيود كثيرة، حوكمة متكاملة لأداء وحركة البرامج الذكية تخضع هذه لتشريعات معينة. التشريعات هذا جزء منها تشريعات أخلاقية، يعني تشريعات بحقوق سواء حقوق البشر أو حقوق الروبوتات. هذه الحوكمة لابد فيها، لابد توضع لها ضوابط. يعني أعطيكم مثال آخر، الآن في المحاكم الشرعية في الدول الأوروبية وخصوصا في أمريكا يتم استخدام برنامج يسمى شات بوت. الشات بوت هذا يقوم مثلا في حالة عملية، مثلا أمر قضائي وجود مدعي ومدعي عليه والقاضي موجود وهناك تحليل للمسألة هذه. فما يتم الآن، هذه المعلومات كلها تعطى للبرنامج الحاسوبي، ومن ثم البرنامج الحاسوبي يعطي الحكم، سواء للشخص الأول بيحكم على الشخص الأول بالجزاء الفلاني أو يحكم له بالقضية الفلانية. هذا الحكم يجب أن يكون في مدروس بقوالب، يعني لابد تكون بقوالب عادلة، العدل مطلوب فيها، الأحكام الشرعية مطلوبة فيها. يعني إذا إحنا مستقبلا طبقنا مثل هذه الأنظمة الذكية، لابد أن يكون حوكمتها خاضعة للأحكام الشرعية. طبعا هذا مثال آخر السيارات الذكية، وهناك أمثلة عديدة جدا. مثال آخر الطائرات الدرونز، هذه طائرات تعمل لديها كاميرا تستطيع الطيران لمسافات معينة، لديها يعني إيجابيات عديدة جدا ولديها أيضا سلبيات. من الإيجابيات اللي فيها إنها تستخدم في الزراعة، تستخدم في نقل المحاصيل في أماكن دقيقة جدا وبسرعة عالية جدا تفوق يعني عدد كبير من المزارعين، يعني من الأشياء التي سوف تغير جزء كبير من حياة البشرية اللي هي طائرات الدرونز. أيضا من المجالات الهامة جدا ويكاد يكون أصعبها في مجال الذكاء الصناعي هو معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing أو NLP، ما يعرف بالNLP. NLP هو واحدة من مجالات العلم الحاسوب واللغويات المعنية بالتفاعلات بين الحاسب واللغات الطبيعية. طبعا لما بنقول لغات طبيعية فنقصد فيها أي لغة طبيعية تحدثها البشر، يعني سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو أي لغة يتحدثها البشر. المحاولة فيها إنه جعل البرامج الحاسوبية تفهم لغات البشر، تستطيع التفاعل معها، تستطيع فهم الأصوات، فهم النصوص، فهم يعني في حالة مثلا إعطاء البرنامج الحاسوبي مجموعة نصوص معينة، كل برنامج قادر على الإجابة على أسئلة يستخرجها من هذه النصوص. القدرة أيضا على التعرف على الكلام، هذه بتساعد كثير ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني المجال هذا تقريبا يعتبر واحدة من أصعب مجالات الذكاء الاصطناعي. أيضا الرؤية الحاسوبية أو ما يسمى الكمبيوتر فيجن، وهي فهم كل ما يتعلق بالصور. يعني في حالة تصوير صورة معينة يستطيع البرنامج الحاسوبي فهم جميع ما في الصورة، تحديد الأشخاص، تحديد هويات الأشخاص، أعمارهم، تحديد كل ما يتواجد في الصورة. يعني في الصورة هذه مثلا عندنا الأشخاص تم تحديدهم، السيارات تم تحديدها. هذه برضو من الثورة اللي بتساعد في تحسين العديد من التطبيقات والاحتياجات البشرية، كالأمور الأمنية، أمور الطبية، أيضا التصوير الطبي. الكمبيوتر فيجن من المجالات الرائعة في هذا المجال. طبعا أنا الآن أتحدث عن مجموعة معينة من
التطبيقات اللي موجودة حاليا. طبعا هناك تطبيقات عديدة جدا، هذه كانت فقط نبذة عامة عن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الآن سأتحدث بشيء من التفصيل عن الفروع الأساسية للذكاء الاصطناعي، وكما ذكرت أنه هذه الفروع هي كل فرع من هذه الفروع هو واحدة من أنواع الذكاء أو المهارات، مهارات الذكاء خلينا نقول تحدثنا عنها في بداية العرض. الفرع الأول هو الأنظمة الخبيرة الإكسبرت سيستم. النوع الثاني المنطق الضبابي أو منطق الغموض الفازيلوجيك. النوع الثالث تعلم الآلة والشبكات العصبية. النوع الرابع الخوارزميات الجينية وتمثيل المعرفة والاستدلال ومعالجة اللغات الطبيعية. نبدأ بالأولى الأنظمة الخبيرة. طبعا فكرة الأنظمة الخبيرة، أحيانا نحن بنشوف حوالينا مثلا علماء لديهم خبرة طويلة في مجال ما، مثلا طبيب لديه خبرة 30 سنة في تشخيص الأمراض، هذا الطبيب يعتبر لديه كنز من المعلومات. فكرة الأنظمة الخبيرة هي محاولة استخراج جميع ما لدى هذا الطبيب من كنز من معلومات ووضعها في قالب حاسوبي نطلق عليه بعد ذلك نظام خبير. فالأنظمة الخبيرة أساساً مبنية على الخبراء من البشر. هذه يعني لعل ممكن أربط فيها مثلاً في العلوم الدينية، مثلاً قد نجد عالم معين لديه مؤلفات عديدة من الكتب ولديه باع طويل في 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 مجالات علمية معينة، يمكن دراسة هذه العلوم كلها وضعها في قالب حاسوبي واحد، القالب الحاسوبي هذا يمثل لنا العالم هذا، بحيث إنك لو تفاعلت معه مثلا سألت كان هناك مثلا عملية محادثة مع هذا النظام الخبير يستطيع أن يجيب كما لو كان هذا الشخص أو العالم هذا أمامك. طبعا هذه فكرة الأنظمة الخبيرة. المنطق الضبابي أو النوع الآخر منطق الغموض الفازيلوجيك، طبعا المنطق عندنا دائما بتكون أو المنطق الكلاسيكي بيبين لنا أنه في أمور يا صح يا خطأ فيها، يعني هي يعني لدينا فيها خيارين. المنطق الضبابي يعالج لنا هذه المشكلة، يعني يعطينا جزء من الصح وجزء من الخطأ، ستحدث عنه بشيء من التفصيل إن شاء الله في الشرح القادمة. النوع الثالث تعلم الآلة والشبكات العصبية. تعلم الآلة هذا أيضا يعني أتوقع من الناس ممكن سمعوا فيه كثير، أو المشين ليرنينج، هذا فرع من فروع الذكاء الاصطناعي. تعلم الآلة يعتمد على أنه بتكون هناك كم من المعلومات نغذيها للآلة، الآلة تبدأ تفهم هذه المعلومات ومن ثم تبدأ تعطينا مثلا تصنيفات أو تعطينا بناء مثلا شجرة قرارات تساعدنا في 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 بناء في تحديد مثلا مخرجات معينة. طبعا هذه كلها برضو ستحدث فيها بشيء من التفصيل. ما استوقفني هنا أنه الشبكات العصبية أو ما يعني الشائع الآن بالديب ليرنينج، الشبكات العصبية وأيضا الخوارزميات الجينية، سبحان الله يعني من الأشياء اللي الواحد يتفكر فيها إنه مهما بلغ ذكاء الإنسان مستحيل إنه يخرج عن دائرة الطبيعة اللي هو بيعيش فيها. يعني الشبكات العصبية فكرتها تم استنباطها من حركة عقل الدماغ، من الأعصاب الخلايا العصبية اللي موجودة في الدماغ وطريقة عملها، تم مراقبة ذلك ومن ثم تم بلورتها في خوارزميات معينة. البشر مهما وضعوا مهما يعني سبحان الله طلعوا أو نزلوا مستحيل يخرجوا بشيء غير موجود غير مألوف في الطبيعة. أيضا الخوارزميات الجينية كان لها تحسين كثير في معظم الخوارزميات، في معظم في أداء الخوارزميات، وفكرتها تعتمد على التوارث الجيني بين الأجيال. يعني بيكون لدينا مثلا جيل معين لديه صفات وراثية معينة، الصفات الوراثية هذه تنتقل بين الأجيال بحيث أن الصفات السائدة تستمر والصفات الضعيفة في حسب البيئة التي يعيش فيها النظام يعني تضمحل وهكذا. فهذه الفكرة أيضا تم استنباطها من الطبيعة. النوع تمثيل المعرفة والاستدلال أيضا هذه من الأنواع اللي يعني سبحان الله في حالة أنه مثلا لو قلنا أنه عالم معين وصل إلى درجة من العلم يبدأ عنده تشكيل المعرفة بآلية معينة، الاستدلال منها بيعطينا معلومات وحكم رائعة جدا. تمثيل المعرفة هناك مشاريع عديدة في خصوصا في القرآن الكريم تعتمد على تمثيل المعرفة، سأستعرض بعضها إن شاء الله تعالى في
السلايس القادمه باذن الله او الشرائح القادمه. معالجة اللغات الطبيعية أيضا هذه تحدثت عنها، واحدة يعني منها تحليل النصوص، فهم النصوص، وكما ذكرت يعني هي حاليا تعتبر واحدة من أصعب فروع الذكاء الاصطناعي. لك أن تتخيل يعني في حالة أنه نريد مثلا من البرنامج الحاسوبي فهم النص، البرنامج الحاسوبي من السهل عليه أن يفهم معنى الكلمات، لكن ليس من السهل أن يفهم معنى الجمل، ليس من السهل أن يفهم معنى المعلومات التي يستطيع أن يستخرجها القارئ من خلال قراءته لكتاب كامل. هنا سيصل يعني سيحصل على مجموعة من المعلومات دقيقة جدا، ليست لها ارتباط مباشر بالكلمات، هذه تكون ما بين السطور. هذه من الصعب جدا على البرامج الحاسوبية أن تدركها، لكن الآن في مشاريع قائمة وتحاول أن تصل لمستويات عالية من الذكاء في خصوصا في مجال اللغات الطبيعية ودعم اللغة العربية. طيب الآن طبعا احنا تحدثنا على هذه كانت الأنواع أو الفروع الأساسية في الذكاء الاصطناعي. ستحدث شيء من التفصيل عن الأنظمة الخبيرة والمنطقة الضبابي وتعلم الآلة لوجود تطبيقات عديدة في هذا في هذه الفروع الأساسية. لو أردنا بناء مثلا نظام خبير expert system، يجب أن يتكون النظام الخبير من ثلاث أجزاء رئيسية: قاعدة المعرفة، ومحرك الاستدلال، وواجهة المستخدم. لو نلاحظ هنا قاعدة المعرفة هي في الجزء الأسفل من المثلث، يعني الأساس في بناء هذا النظام هو قاعدة معرفة. لما نقول معرفة، هذه معناها ما حصلنا عليها إلا بتحليل مجموعة كبيرة من المعلومات، والمعلومات هي نتاج تحليل البيانات. فلو لو لو نقسمها إلى ثلاث أقسام، لدينا بيانات، هذه البيانات دائما تكون خام، بيانات عامة موجودة يعني بتكون غير سهلة التحليل. في حالة استخدام خوارزميات تقوم بتحليل البيانات نحصل على المعلومات، ومن المعلومات إذا جمعنا مجموعة كبيرة من المعلومات نحصل على المعرفة. فالمعرفة ليس سهل الحصول عليها، لذلك الأنظمة الخبيرة الآن القاعدة الأساسية في الأنظمة الخبيرة هي قاعدة المعرفة. بعد بناء قاعدة المعرفة نقوم بعد ذلك ببناء محرك الاستدلال. محرك الاستدلال اللي هو يعني بتكون في عملية التساؤل، مثلا إذا كان مثلاً الحدث الفلاني فنفذ الحدث الفلاني، بتكون يسموها الإف الشرطية. يعني المعذرة أنا بواجه بعض بحاول بترجم بعض المصطلحات، لكن كأنها إف شرطية، إذا تحقق شيء ما فنفذ الشيء. هذا يعتمد، هذه فكرة محرك الاستدلال، هو نظام لمعالجة المعارف واستنتاج طريقة الاستدلال. النوع الآخر هو واجهة المستخدم، يعني واجهة المستخدم قد تكون برنامج ويب ابليكيشن او عفوا صفحه ويب، قد يكون مثلا شات مثلا مثل البرنامج حاسوبي مثلا على الجوال، او قد يكون برنامج محادثه مثل الواتساب تتحدث مع الواتساب، يكون نظام خبير. هذه فكره بناء الانظمه الخبيره. كما ذكرت ممكن بناء نظام خبير يحاكي عالم من علماء المسلمين او شخص متخصص في مجال معين لديه خبره 30 سنه، نبني له قاعدة معرفة، من ثم محرك استدلال، ومن ثم نبني له نظام. النظام هذا بحاكي العالم الفلاني. طيب هذا النوع الأول. النوع هذا الفرع الأساسي، هذا كمثال أو توضيح له، توضيح للمقصود بالأنظمة الخبيرة. المنطق الغموض أو الضبابي الفازيولوجيك، هذه كما ذكرت عبارات الصح والخطأ يعني كحالتين لا تكفي من أجل تمثيل كافة الأشكال المنطقية. المنطق الضبابي هو أحد أشكال الغموض، حيث لوحظ أن الصح والخطأ غير كافيان من أجل تمثيل كافة الأشكال المنطقية، وخاصة المشاكل التي تواجهنا حاليا. المنطق الكلاسيكي يعني هذا المنطق اللي معروف عند الناس، يا أبيض يا أسود، يا صفر يا زيرو يا ون، عند الناس اللي بيعتم في اللغة المشين أو لغة الآلة. هناك حالتين، لكن المنطق الضبابي يساعد على حل هذه المشكلة بوجود تفاوت ما بين النعم واللا، نسبة من النعم ونسبة من اللا. لو مثلا على سبيل المثال لا قدر الله أحد عمل حادث سيارة،
لما بيجي تشخيص الحادث السيارة لا يستطيع أن يقول فلان غلطان وفلان صح، لا، يعطي نسبة خطأ على الشخص الأول ونسبة خطأ على الشخص الثاني. هناك عبارات في القرآن الكريم كثيرة جدا يمكن تمثيلها بالمنطق الضبابي، مثل قليل أكثرهم ربما، هذه تحمل يعني فيها احتمالية، يعني فيها جزء قد يكون صح قد يكون خطأ. طيب أعطيكم الآن مثال كيف يمكن دمج نظام خبير، نظامين خبير، يعني لو افترضنا أنه لدينا نظامين، كل نظام خبير، يعني لدينا عالمين من علماء المسلمين أو شخصين لديهم خبرة يعني 30 سنة في مجال معين، وصممنا لهم نظام خبير، كل واحد له نظام خبير، لكن واجهنا بعض الاختلافات بين العالمين هذول. المنطق الضبابي يأتي دوره هنا، المنطق الضبابي يعالج أيضا الاختلافات ما بين النظامين الخبيرين. لو على سبيل المثال أتينا بشخصين لديهم مثلا اختلافات فقهية على سبيل المثال باعتمادا على القياس، يعني العالم الأول يرى الموضوع من زاوية معينة، العالم الثاني يرى الموضوع من زاوية أخرى، كلاهما قد يكون صح، هنا المنطق الضبابي يساعد على وجود نقاط مشتركة، نقاط تقاطعات مشتركة بين الرأيين، ويعتبر حل مرضي، يساعد بإيجاد حلول معينة. في بعض الاقتراحات إن شاء الله سأذكرها في نهاية العرض تخص الفازيلوجيك أو المنطقة الضبابي. تعلم الآلة، هذا النوع طبعا ذكرت أنه تعلم الآلة هذا أو المشين ليرنينج هذا أحد المجالات اللي اشتهرت جدا في العشر سنوات الأخيرة، لها تأثير يعني في معظم التطبيقات اللي بنشوفها حاليا. هناك ثلاث أنواع ببساطة في تعلم الآلة، هناك التعلم تحت الإشراف أو ما يسمى بالسوبرفايزد ليرنينج، تعلم غير مشرف عليه unsupervised learning، والتعلم التعزيزي أو الذاتي. النوع الأول تقريبا أو اللي هو التعلم تحت الإشراف، هذه فكرة واضحة إنه يعني بيكون عندنا على سبيل المثال معلم ولديه طلبة في الصف، المعلم يلقي المعلومات على الطلبة والطلبة يستقبلون المعلومات، ونهاية الفصل نهاية الترم على سبيل المثال يقوم المعذرة الصوت كان هناك انقطاع. أيها الإخوة كان هناك انقطاع، بس لو أحد يذكرني فين آخر نقطة وصلنا عندها. شيخ عبد الله الانقطاع عند شيخ عبد الله، هو معك فين انقطعنا؟ الإخوان في الدردشة يقولون عند التعليم الموجه، عند التعليم الغير مشرف عليه تقريبا. ايوه طيب ممتاز، معناها ما راح كثير الحمد لله، لسه في نفس ال طيب بالنسبه للتعليم الاشرافي كما ذكرت انه بيكون عندنا معلم، والمعلم هذا يلقي يلقن الطلاب مجموعة معلومات، يلقنهم المعلومة ويلقنهم الشيء الصحيح من المعلومة. هذا الآلة تبدأ تتعلم تربط المعلومات الصحيحة في مثلا يتم استخدامها في عمليات التصنيف. التعليم غير مشرف عليه هذه مثل الأنشطة الطلابية، لا يوجد هنا معلم، فقط مجموعة طلاب ونعطيهم نشاط معين
بتفاعل الطلاب، بتفاعل الطلاب، بتعلم الطلاب من بعض، ومن ثم نصل إلى درجة معينة من النضج. هنا التعليم لا توجد فيه الإجابات الصحيحة، فدائما على حسب البيانات اللي بتكون متوفرة عندنا نطبق المنهجية المناسبة لتعليم الآلة. التعليم التعزيزي أو الـ reinforcement learning، هذا النوع الأخير، هذا ما بيوجد فيه معلومات ولا يوجد فيه مشرف. هذا على سبيل المثال إنه أنا بأخذ شخص معين أحط مثلا في 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 او روبوت معين احطه في بيئه معينه، هو يبدا يتعلم من اخطائه، بيتعلم من نفسه، يتخذ خطوه وبعد كذا يقيم على هذه الخطوه، سواء كانت الخطوه هذه مثلا اذا كانت ايجابيه ياخذ عليها جائزه، اذا كانت الخطوه التي اتخذها او القرار اللي اتخذه كان قرار خاطئ يعاقب عليه. فبالتالي منهجيه التعليم هذه تعتبر منهجيه ذاتيه، تتصرف الآلة، تتصرف ومن ثم تحاسب على هذا التصرف، ومن ثم تتعلم من تصرفها. هذه ثلاث أنواع الأساسية في تعلم الآلة. طبعا المراحل هي تبدأ بجمع بيانات خام، وبناء على المعلومات الخام يتم تحديد أفضل الخوارزميات لاستخراج المعلومات، وبعد استخراج المعلومات يتم تشغيل عملية التنبؤ والتصنيف والتجميع، ومن هنا نصل إلى مرحلة المعرفة والحكمة. هذه هي المراحل. أساسية من البيانات نحصل، من تحليل البيانات نحصل على المعلومات، ومن تحليل ومن مجموعة المعلومات نحصل على المعرفة والحكمة. يعني أنا أتمنى في هذه النقطة بيكون واضح لدينا ما هو الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة، هي ليست في قالب واحد. يعني بعض الناس كانوا بيلخبطوا أنه المعلومات هي البيانات، لا، البيانات هي الشيء الخام، الشيء الذي إذا حلل نحصل منه على المعلومات. طيب دعونا يعني نضع هذا في قالب مثلا في القرآن الكريم، كيف يمكن الاستفادة من تعلم منهجية تعلم الآلة في القرآن الكريم؟ طبعا باختصار، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم القرآن الكريم إلا من خلال تزويده ببيانات كافية مرتبة ترتيبا جيدا، حيث يمكن لبرمجيات الذكاء الاصطناعي التعامل معها والإفادة منها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجموعة من قواعد البيانات، قواعد بين التذكر وبيانات وليس
معلومات. القواعد هذه على سبيل المثال في القرآن الكريم لدينا قواعد بيانات الكتابة، قواعد بيانات اللفظ، بيانات الوقف والابتداء، وقواعد بيانات الجمل القرآنية، قواعد بيانات النحو والصرف، وقواعد بيانات المعاني والدلالة، قواعد بيانات ارتباط المعاني. هذه الآن نضعها في المرحلة رقم واحد، هذه البيانات الأساسية، هذه القواعد لدينا موجودة. من ثم إذا استخدمنا خوارزميات التعلم سنخرج منها بمعلومات، ومن المعلومات سنصل إلى بالتنبؤ سنحصل على المعرفة والحكمة من الأسرار اللي بتكون موجودة في خلف هذه القواعد. نظرتنا المباشرة للقواعد لا نستطيع أن ندرك ما خلف هذه القواعد. المعرفة والمعلومات هي تحتاج يعني كأنها ما بين السطور، ما بتكون واضحة يعني بنظرتنا المباشرة للقواعد. على سبيل المثال، ما هي مثلا ممكن واحد يسأل يقول طيب بعد ما حددنا الخوارزميات ما هي المعرفة، أو أديني أمثلة للمعرفة والحكمة اللي إحنا ممكن نستخرجها من هذه القواعد. على سبيل المثال يمكن لتعلم الآلة اكتشاف الضاد ومقاصد الحذف. يعني في هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم، نقرأ الآية بشكلها يعني بنظرتنا العامة قد نفهم شيء، لكن المعنى قد يكون معنى آخر تماما. على سبيل المثال في قوله تعالى لا أقسم، المعنى هنا أقسم. في قوله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد، هنا الوصف للذم، وهناك أمثلة عديدة. المقاصد الحذف أيضا في القرآن الكريم، يعني على سبيل المثال في قوله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين، هناك القارئ أو الشخص ممكن بيقول إن والله في حرف جر كأنه ناقص، يعني كأنه الآية كأنها ممكن بتكون وأمرت بأن أكون المسلمين. طبعاً يترتب على ذلك اختلاف في المعنى. الذكاء الاصطناعي باختصار في حالة أنه إحنا أعطينا للمشين ليرنينج أو التعلم الآلة هذه القواعد تستطيع اكتشاف جميع المقاصد الحذف، تستطيع اكتشاف الأضداد الكلمة وضدها، وهناك أمثلة عديدة. أيضاً من الأمثلة التنبؤ، يعني ممكن نتنبأ بالتشكيل الصحيح والمعاني المتباينة. يعني في آيات كثيرة، في بعض الآيات إذا ما كان عليها التشكيل تحمل أكثر من معنى. مثلا في كلمة نصيب الأولى هذه باللون الأحمر هنا، قد يكون معناها نصيب، قد يكون معناها نصيب، التشكيل هنا يعني بيأثر في المعنى.
ممكن الذكاء الاصطناعي بيستنتج لنا ما هو التشكيل في حالة أنه أحد عنده مثلا آيات قرآنية ليس فيها القرآن الغير مشكول بيساعد انه ايه التشكيل في هذه يفترض انه بيكون بهذا الشكل. كلمة نعد قد تكون من العدد 1 2 3 او قد تكون من نعد من عاد يعود، يعني مثال اخر. هذا ايضا هناك كلمات قرآنية ذات معاني متباينة لها، يعني تكتب بشكل متشابه بس الآية بيكون لها معنيين مختلفين. يعني مثلا كلمة اهلك يكون فعل من الهلاك وقد يكون اسم من الأهل، ابن قد يكون اسم من البنوة أو ابن فلان، وقد يكون فعل أمر ابني لنا منزل على سبيل المثال، وهكذا. يعني مثال آخر أسرى قد يكون فعل من الإسراء أو اسم من الأسر. وهناك أمثلة كثيرة. التعلم الآلة تستطيع اكتشاف التنبؤ عن التشكيل والمعاني المتباينة. طبعا نفس الاسقاط نستطيع ان نقول في بالنسبه للحديث الشريف في حالة رغبتنا باستخدام تعلم الآلة في علوم الحديث الشريف، فنفس القاعدة، لدينا البيانات هذه تحتاج إلى خوارزميات معينة أو ألغوريثمات معينة لوصولنا للمعلومات، ومن المعلومات نصل إلى مرحلة المعرفة والحكمة. طيب في هذه الحالة ما هي البيانات؟ البيانات حتكون عندنا نصوص الأحاديث النبوية، أسماء رواه، تواريخ ولادتهم ووفاتهم، وهذه المعلومات موجودة. في حالة تحليلنا لهذه البيانات نستطيع أن نصل إلى المعلومات، والمعلومات على سبيل المثال قد تكون كتب الجرح والتعديل، كتب العلل، الحديث المتصل، المتون إلى آخره. طيب ما هي المعرفة في هذه الحالة؟ المعرفة والحكمة هي أو المرحلة الثالثة بعد تحليل هذه المعلومات، بعد تحليل مجموعة كتب الجرح على سبيل المثال كتب الجرح والتعديل وكتب العلل، تستطيع إلى وصول
إلى مرحلة تصحيح الأحاديث وتبويبها ومكانة الأحاديث الفقهية والربط بعلم مقاصد الشريعة الكلية. هذا مثال يعني كإسقاط كيف ممكن لمنهجيات التعليم تعليم الآلة بتطبيقها في خدمة القرآن الكريم. أي باحث يريد أن يدخل في هذا المجال فقط عليه مثلا بيحدد مجموعة رواة على سبيل المثال، ومن ثم يقوم بتحليل تواريخ الرواة، ومن ثم يستطيع على سبيل المثال الاستنتاج مثلا هل العدول مثلا من هذول من الرواة، يستطيع استنتاج معلومات عديدة جدا قد لا ينتبه لها الإنسان في حالة يعني التحليل العام. هذا أحد الأمثلة. طيب، فيه قواعد بيانات خاصة بالقرآن الكريم. واحدة من النقاط اللي ذكرتها في البداية اللي هي بناء قواعد المعرفة، اللي هي knowledge representation، أو بعد بناء قواعد المعرفة ممكن استخدامها في عمليات استدلال وبحث واستخراج معلومات قيمة جدا. طبعا أنا من الأشياء اللي أشيد فيها إنه لابد يكون عندنا قواعد بيانات معرفية خاصة للعلوم الشرعية. في القرآن الكريم يوجد هناك قواعد كثيرة، في الحديث الشريف القواعد قليلة جدا، في بعض المبادرات لكن معظمها باللغة الإنجليزية. في اللغة العربية ما شفت تقريبا يمكن غير مشروع واحد في يدار عن طريق مشروع بيسمى مشروع مداد البيان، اعتقد انه جامعة أردنية اللي بادرت بهذا المشروع. من الابحاث ايضا جامعة ليدز البريطانية في القرآن الكريم، يعني هذه جامعة ليدز واحدة من الجامعات اللي لديها اهتمام بتحليل الكتب السماوية بشكل عام، وهناك مجموعة من الطلبة السعوديين، واحد منهم لما اتذكر انه الدكتور سمير الرحيلي الان موجود في جامعة طيبة في فرع منبع، قام ما شاء الله تبارك الله بدراسة رائعة جدا في استخراج الانتولوجي من القرآن الكريم. جامعة ليدز جامعة رائدة جدا. إن شاء الله أنا الآن بعرض لكم بعض المشاريع اللي قايمين فيها وفي القرآن الكريم بالتحديد. أيضا من الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الصناعي نظام خاص بالفتاوى والتفسير، المتحدث الآلي، هو عبارة عن نظام آلي بالتفاعل مع النظام الآلي هذا، ومن ثم يعطيك فتوى لموضوع معين أو يعطيك تفسير عن طريق محادثة، ليس يعني أنه نص كبحث يعني كموقع إلكتروني، لا، المحادث يبدأ يسأل أسئلة تفصيلية حتى يصل إلى نص الفتوى. طبعا هذا النظام كان بمبادرة أعتقد من في جامعة في الإمارات. طيب، لعلي الآن بفتح لكم الانتولوجي هذه، كيف ممكن انه يتم تطبيق الانتولوجي في القرآن الكريم. طبعا هذا الموقع الان يقوم بتحليل جميع آيات القرآن الكريم زي ما ذكرت، مقدم مدروس من جامعة ليدز، بيوفر جميع، طبعا للأسف اعتذر الموقع باللغة
الإنجليزية، لكن بحاول أترجم بعض المعلومات الهامة. على سبيل المثال لو رحنا مثلا هنا للأنتولوجي ديتا، على سبيل المثال هنا لدينا هنا جميع سور القرآن الكريم، باختصار باختيار أي سورة يقوم برسم جميع الآيات في سورة البقرة الآن، وبيحدد مدى تكرار كل كلمة وعلاقة هذه الكلمة بكلمة أخرى، علاقات منطقية تامة. يعني هذه الآن تعتبر واحدة من knowledge representation أو تمثيل للمعرفة، تمثيل المعرفة. فالآن لدينا على سبيل المثال الآن لدينا جميع آيات الآيات اللي موجودة في سورة البقرة، العلاقات ما بين هذه الآيات طبعا بناء على الألوان تبين مدى تكرار الكلمة أو وزن للكلمة هذه. مثال آخر طبعا لو نختار مثلا أي سورة أخرى برضو إيش يوضح لنا رسمة للصورة هذه. طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا في هذا الموقع. طيب لعلي هنا مثلا نشوف الوورد انفورميشن، مثلا خلينا نكتب مثلا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. الموقع الآن بحث في الانتولوجي هذه بيعطيني جميع المعلومات اللي موجودة في القرآن الكريم، عدد التكرارات في القرآن الكريم، السور، الآيات، الإحصائيات. أي شخص يبحث عن الإحصائيات سوف يجد جميع المعلومات في هذا الموقع. مثلاً موسى عليه السلام، موسى عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 129 مرة، وهذه جميع الآيات التي ذكر فيها. هناك أيضاً الترجمة، التكرار، الوورد كاونت، الوورد فريكوينسي. طبعا هذه معلومات انا يعني لو اي شخص يحتاج اي معلومات احصائيه من هذا الموقع، هذا الموقع ممتاز جدا بيحصر مجموعه كبيره من المعلومات. ايضا من العمليات البحث الان لو مثلا كتبنا سؤال مثلا من هو محمد صلى الله عليه وسلم، الموقع هذا ليس محرك بحث عادي، هذا محرك يعتمد على قاعده معرفه. قاعده المعرفه تجيب تعطينا تمثيل منطقي يعتمد على الانتولوجي. الانتولوجي المقصود فيها العلم، علم تجريد الوجود. هو هذا علم معروف يسمى الانتولوجي، في يبني العلاقات ما بين الفئات بشكل منطقي بحت. فالإجابة الآن لما سألنا السؤال من هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالإجابة هو شخص، الشخص هو عبارة عن نبي. الآن حشرح لكم ما هو المقصود بهذه النقطة. طبعا الموقع مليء جدا بالمعلومات الذكية وما زال تحت الدراسة، يعني هو ليس موقع نهائي. هناك أيضا موقع آخر الانتولوجي للقرآن الكريم، على سبيل المثال بناء قواعد المعرفة بيكون بهذا الشكل. أعتذر جدا أنه الموقع باللغة الإنجليزية، لكن راح أحاول أترجم بعض النقاط. على سبيل المثال في هذه الفئة هنا لدينا كائن حي. كائن حي هنا تنقسم إلى عدة أقسام، منها بسم الله الرحمن الرحيم الجن، منها البشر، منها الملائكة، منها أي المخلوقات البيولوجية. من البشر ينقسمون إلى أشخاص أو مجموعة أشخاص. الأشخاص ينقسمون إلى أنبياء، وقد يكون من عامة البشر. نلاحظ هنا مثلاً مثلا نبي، النبي هو يعتبر شخص، والشخص يعتبر من البشر، والبشر يعتبر من المخلوقات الحية. لاحظ هنا العلاقة علاقة منطقية بحتة. بهذا الشكل يتم بناء ما يعرف بالعلم التجريدي أو علم تجريد الوجود. من الأنواع أيضا مثلا لو قلنا هنا location أو موقع معين، الموقع قد يكون موقع جغرافي موجود حاليا، قد يكون موقع لما بعد في الآخرة، وفي الآخرة عندنا النار وعندنا الجنة. في الأرض عندنا حاليا عندنا مثلا الهار والمدن. خلاصة ما أريد قوله هنا أنه بناء الأنتولوجي هي علاقات منطقية
بعلم مجرد بعد بناء هذه العلاقات المنطقية هناك طرق استعلام ذكية تستطيع أن تساعدنا في محركات البحث. يعني بمجرد أنك تسأل على سبيل المثال، إن شاء الله أن يكون السيرش شغال في الموقع. على سبيل المثال لو قمنا مثلا بالبحث، طبعا الموقع للأسف كان شغال من فترة لكن الموقع الأنتولوجي هنا يختلف. يعني مثلا لو كتبت هنا من هم أبناء إبراهيم عليه السلام، الموقع سيجيب مباشرة بأنه هذول أبناء إبراهيم عليه السلام، سؤال واضح جدا، إجابة واضحة جدا. لكن لو كتبت هذا السؤال في محرك بحث جوجل راح تطلع لك آلاف النتائج، ومن ثم تحتاج إلى تحليل هذه النتائج فلترتها. هذا المقصود بعلم الأنتولوجي. فوائد الأنتولوجي عظيمة جدا، تساعد عمليات البحث بوصولها إلى يعني دقة عالية جدا، يستطيع فيها الشخص الحصول على معلومات بمنتهى الدقة. فهناك مبادرات كثيرة جدا في بناء أنتولوجي للقرآن الكريم. أتمنى أنه بيكون عندنا مشروع لبناء أنتولوجي خاص بالحديث الشريف. طيب لعلي أكمل الآن. طبعا من التوصيات اللي يعني أوصي فيها طلبة العلم أنه أولا التحق بدورات تدريبية. يعني هناك دورات تدريبية عديدة جدا وسهلة الاستخدام للغير متخصصين في الحاسب الآلي. يعني مثلا واحدة من الأدوات هذه تول أو أداة تسمى أورنج بالعربي البرتقالة، وهي بلغة بايثون. البرنامج هذا سهل الاستخدام، فقط عبارة عن يعني سحب وتحديد قاعدة بيانات، ومن ثم تحليل البيانات هذه برسوم بيانية يستطيع منها عمل جميع الخطوات اللي ذكرتها أنا في تعلم الآلة، اللي هي من البيانات حصولا على البيانات، ومن ثم اختيار خوارزميات تحليل، ومن ثم تشغيلها للحصول على المعرفة والتنبؤ. هذه كلها ممكن استخدامها بهذه الأداة، سهلة الاستخدام. أيضا من الأشياء اللي أشيد فيها صراحة على من يريد الدخول في هذا المجال هو تعلم على الأقل في أساسيات اللغة الإنجليزية، لأنه معظم الدراسات الآن مبنية باللغة الإنجليزية. من الأشياء أيضا اللي أشيد عليها إنه لإنجاح أي جهد تطبيقي في الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم وعلوم الحديث الشريف، من الضروري جدا توفير قواعد بيانات صحيحة. إذا وفرنا قواعد بيانات غير صحيحة فسنحصل على معلومات غير صحيحة يعني بعدين. فيجب التحقق من هذه النقطة، تجنب التحيز في بناء البيانات الصحيحة هذه. لابد تكون مستمدة من جهود العلماء، لابد تكون تتم عليها المراجعة تامة من المختصين، سواء من تقنية المعلومات أو من المختصين بالعلوم الشرعية. لا نستطيع أن نبني نظام ونترك توقعات النظام كما هي، يجب أن تخضع لاختبارات معينة. المقترحات التقنية برضه هذه بفتحها للراغبين يعني من طلبة العلم، وأتمنى أن يكون للجامعة الإسلامية دور فيها. هي ثلاثة حقيقة اللي خطرت في بالي تقريبا يوم أمس. النظام الأول هو نظام لتحليل جذور أوجه التشابه والاختلاف بين القضايا الشرعية. يعني أي قضية سواء يعني اختلاف فقهي أو أي قضية كانت، إذا كانت هناك وجهتين نظر قد يكون بينهم تعارض يحتاج هذا النظام إلى دراسة، فهنا نستطيع أن نستخدم الأنظمة الخبيرة. ذكرت ما المقصود بالأنظمة الخبيرة. وهناك نظريات الألعاب، الجيم ثيوري. نظريات الألعاب هي ليس المقصود بها الألعاب المسلية، لا، هي المقصود فيها إنه المنهجية الألعاب نفسها، إنه بيكون عندنا أكثر من لاعب ومن ثم يكون هناك تنافس، هذا يعطي معلومة وهذا يعطي معلومة، وتكون هناك عملية دعونا نقول قتال. القتال هذا بأسلوب آلي حتى نصل في الأخير إلى أفضل قرار. فإذا كوننا مجموعة أنظمة خبيرة نستطيع استخدام نظريات الألعاب، وهذه النظريات يعني معقدة ولكن فعالة جدا، وسنخرج بأنظمة تستطيع تحليل نقاط التشابه والاختلاف، وأيضا أسباب هذه الاختلافات، ما هي جذور الاختلافات هذه. يعني أحيانا بيكون الاختلاف الظاهر لكن يكون السبب الرئيسي مخفي عن الحالتين أو عن الشخصين. قد تكون الإكسبرت سيستم أو الأنظمة الخبيرة تشمل عدد كبير من على سبيل المثال من الفقهاء أو من العلماء في مجال معين.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حقيقة أتمنى وجود مبادرات تهدف إلى تواجد مختصي العلوم الشرعية في الأوساط الخاصة بحوكمة وتشريعات حدود استخدام الذكاء الصناعي. كما ذكرت، الذكاء الصناعي قادم بلا محالة، متوقع أنه سيتفوق بشكل كبير على ذكاء البشر. لذلك حتى أنه كانت في مخاوف أنه نصل إلى مرحلة أن والله الذكاء الصناعي سيسيطر على البشر، هناك مخاوف. هذه طبعا بيسموها الـ Strong AI أو الذكاء القوي، أعتذر عن ترجمتها يمكن ما هي واضحة عندي ترجمتها باللغة العربية، لكن المقصود فيها أنه في نوع معين من الذكاء القوي، هذا ذكاء يتفوق على البشر في الألعاب، في التصرفات، في اتخاذ القرار، في الاسترجاع، كل شيء يتفوق فيه على البشر. فباختصار، طالما أنه الذكاء الصناعي سيحل مكان البشر في مواقع عديدة، يجب أن يخضع لعلوم وقيود معينة. القيود هذه لازم بتكون مدروسة وتحت ظل مظلة العلوم الشرعية. أيضا أتمنى وجود بناء قاعدة معرفة للحديث الشريف. الحقيقة أنا ما شفت بعض الأبحاث باللغة الإنجليزية، لكن كانت بدائية. لو بنينا هذه القاعدة هذه، واستفدنا أيضا من منهجيات المنطقة الضبابي في حل التعارضات الاختلافات، استفدنا من التعلم العميق في التعلم الآلي، هذه القاعدة سوف تعطينا يعني تحسينات عديدة جدا، منها اكتشاف الحديث الضعيفة بكل دقة، ربطها بمعلومات دقيقة جدا يصعب الآن تحديدها، يعني من شخص ينظر الى يعني اذا عالم معين او باحث معين سينظر غالبا من زوايا ضيقه جدا، من مجال ضيق جدا، لكن استخدامه للانتولوجيا او الانتولوجي للحديث الشريف واستخدام المنطق الضبابي سوف نوسع دائره العلم، سوف نكون قادرين على ربط القرارات جميعها بجميع مجالات الحياة. يعني ليست ما حتكون الأحكام والمعلومات اللي سنخرج فيها محدودة بإطار الباحث الواحد، ستكون يعني متوسعة بحيث يعني ترتبط بجميع العلوم الأخرى. هذا في حالة إنه إحنا استطعنا بناء قاعدة المعرفة. هذه قاعدة المعرفة ستفتح أيضا باب كبير جدا للباحثين، بحيث إنه كل باحث ممكن يدرس جانب معين، علمي معين، ويبدع فيه. أتوقع إذا كانت في مبادرات في هذه المجالات النقاط الثلاثة، ستكون بإذن الله تعالى عائدة خير على الجامعة الإسلامية بإذن الله تعالى. أيضا من المراجع اللي بحثت أيضا عن مجموعة من المراجع اللي قد تساعد راغبين في الدخول في هذا المجال، فوجدت مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، لديهم مجموعة كتب رائعة جدا حديثة تخدم، طبعا هي موجهة الآن بخدمة اللغة العربية، لكن الكتب هذه فيها تغطية جيدة لمعلومات جيدة عن الذكاء الاصطناعي، فيها تطبيقات، فيها خوارزميات. مثلا لدينا هنا كتاب كامل عن معالجة الآلية للنصوص العربية، وهذه زي ما ذكرت اللي هو تعتمد على فهم اللغات الطبيعية، واحدة من أصعب المجالات. الشخص اللي يقرأ هذا الكتاب سيدرك تماما معلومات عديدة عن الأنتولوجي، في بناء الأنتولوجي وطريقة استخدامها، سيكون لديه أيضا معلومات عن بناء التعلم الآلي، الفازيولوجيك أو المنطق الضبابي، الأنظمة الخبيرة. يعني هذه الكتب أشيد فيها صراحة للشخص لديه رغبة في دخول في هذا المجال. أيضا من المجلات العلمية، وجدت هذه المجلة الدولية للتطبيقات الإسلامية في علوم الحاسب والتقنية. هذه المجلة طبعا قائم عليها الأستاذ الدكتور محمد زكي خضر، ولديه أعمال كثيرة يعني في هذا المجال، وضعت الرابط هنا، وهناك منشورات عديدة جدا كلها في خدمة التطبيقات العلوم الإسلامية وأيضا باستخدام الذكاء الصناعي. يعني الأستاذ الدكتور محمد زكي متخصص في مجال الذكاء الصناعي، وبعض الشرائح أنا حقيقة اقتبستها من بعض الشروحات اللي قدمها. طيب، هذه تقريبا كانت خلاصة عامة عن الذكاء الصناعي، والفرق بين الذكاء البشري، ما المقصود بالذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، متى نطلق على الآلة بأنها ذكية، هل وصلت الآلة إلى ذكاء يعني يفوق البشر أو لا. ذكرت لكم أنه في عام 2014 وصلت ذكاء الآلة
لأنها تحاكي طفل عمره 13 سنة. مستقبلا هذا الذكاء سيزيد بشكل كبير، قد يفوق ذكاء الإنسان، وهذا الشيء متوقع. تحدثنا عن الفروع الأساسية في الذكاء الاصطناعي، استعرضنا بعض الأفكار كيف يمكن إسقاط هذه الأفكار على منهجيات الذكاء الصناعي بشكل عام في خدمة القرآن والحديث الشريف، وذكرنا منها تحديدا الأنظمة الخبيرة والمنطقة الضبابي وتعلم الآلة وتمثيل المعرفة أنتولوجيا القرآن الكريم. ذكرت لكم بعض التوصيات اللي موجودة مثلا في مركز الملك عبد الله، وهذه المراجع اللي موجودة في مركز الملك عبد الله متحدثة ودورية، يعني تصدر بشكل دوري. وأيضا المجلة الدولية لتطبيقات العلوم الإسلامية، أحد من المجلات الجيدة اللي يعني أنصح بالاطلاع عليها. طبعا ختاما يعني أقدم بشكر لأسرة كلية علوم الحديث الشريف على مبادرتهم حقيقة، وحرصهم على تبادل العلم والمعرفة. ويعني سبحان الله، هذا اللقاء كان يفترض أنه بيكون تم قبل الجائحة، لكن سبحان الله يعني فعلا كلية الحديث من الكليات اللي تشكر في الجامعة الإسلامية على حرصها على تداول العلم والتعلم في متابعتها، وحرصها على يعني توفير مثل هذه اللقاءات الأمسيات المباركة بإذن الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن رزقنا بنعمة العلم والتعلم، وفين أصبنا ذلك الفضل من الله، وإن أخطأنا فذلك من نفسي والشيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفتح الآن الأسئلة لكم إذا كانت في مداخلات. شكر الله للدكتور عبد الله ما قدمه وبذله، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. وكما قال الدكتور عبد الله، الآن المجال مفتوح للي عنده سؤال من الحضور أو داخلة. لعلنا نبدا بالشيخ عبد الله، دكتور عبد الله الفالح، ان كان الوقت مناسب. حياكم الله دكتور عبد الله، وشكر الله لكم هذه المحاضره الماتعه النافعه. حقيقه الموضوع ثري جدا، وقد لخصتم يعني اطرافه في هذه الامسيه، ولا شك أن يعني هو المقصود هو بيان مفاتيح هذا الموضوع، وأيضا الحرص على المزاوجة بين التخصصات أو ما يسمى بالتخصصات البينية التي تثمر إضافة وإثراء للمعرفة. الحقيقة نكرر الشكر لكم والترحيب بكم وبما قدمتموه، ونشكر الدكاترة وأهل العلم الحاضرين وطلاب العلم وفي هذا اللقاء، لقاء الثلاثاء في سنته الرابعة. نلتزم دائما بأننا لا نزيد على الساعة حقيقة مع الأسئلة، لكن اللقاء ما شاء الله يعني ماتع، لذلك يعني سنتيح الآن بعض المداخلات، نأخذ يعني 5 دقائق أو 10. هناك حقيقة بعض المبادرات الآن اللي أنتم لي وهذه للزملاء، هناك بعض التطبيقات الحديثية والبرامج فيها بعض الصور ربما تكون من الذكاء الصناعي. مثلا في جامع خادم الحرمين للسنة هناك ميزة لصياغة التخريج، هذه صياغة التخريج يقوم بتخريج الأحاديث من خلال جمع الأحاديث من المصادر ثم إظهار نص مكتوب أخرجه فلان وفلان من طريق فلان بلفظ فلان بنحوه يختلف عنه كذا. هذه المقارنة والصياغة يقوم بها الحاسب بشكل آلي وليست معلومات مدخلة من المبرمج، فربما تكون هذه من صور الذكاء الصناعي. وأيضا ربما في برنامج جوامع الكلم يحكم على الأحاديث من كان قد يخالف الحكم، لكنه يعتمد على درجات الرواة ثم يخرج بحكم، طبعا لا ينظر للعلل. ربما يكون هذه من الصور. حقيقة الهدف من اللقاء هو يعني إثراء التعاون بين التخصصات. نحن بحاجة إلى الأفكار والمبادرات، إن شاء الله نرجو
أن يكون هذا يعني تكون هذه بذرة للقاءات متعددة إن شاء الله تثمر برامج تثري الساحة الحديثية. أحببت المشاركة للشكر لكم وللحاضرين، وأترك المجال لمدير الجلسة. جزاكم يعطيكم العافية دكتور، الله يجزاكم خير يا رب. يا إخوان من عنده مشاركة يقوم بالنقر على زر رفع اليد كي يقوم بفتح المايك له. حفظكم الله. الأخت حياة، صوتي واضح؟ واضح واضح الصوت، تفضل. أول شيء أحييكم قبل كل شيء، وأحيي المحاضر والحضور الكرام. كثير من الحضور ما شاء الله من الناس متخصصين في علم الشريعة وخصوصا علم الحديث. نقطة مهمة جدا، وأظن هذه يعني فرصة ممتازة جدا لعلماء الحديث والمشتغلين بعلم الحديث. علم الحديث علم منظم قائم على أصول واضحة ودقيقة، مثل علم العلل، مثل علم الجرح والتعديل، مثل الصحيح والضعيف. العلوم هذه كلها مبنية على قواعد وضوابط معروفة، كتبها أيضا معروفة، وهذه لا تتحصل للشخص العادي. يعني مهما كان الإنسان من علم لا يمكن تطلع على كل كتب الجرح والتعديل أو كتب التخريج. لكن اليوم الذكاء الصناعي يوفر الخاصية هذه، يوفر أنه ممكن الذكاء الصناعي يطلع على 10 مليون كتاب و20 مليون كتاب و30 مليون كتاب. هذه الفكرة لو تعرف أن نظام الذكاء الصناعي تعلم هذه الأشياء، بناء الخوارزميات مش بالأمر الصعب. لكن لو عمل على هذا المشروع لو 10 سنوات، بنت الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات وبنت المشروع تقنيا وشرعيا، يكون طلاب الشريعة يستوعبون، من لا يحتاج إلا فصل واحد فقط يستوعب أسس الذكاء الصناعي وكيف تتعلم الآلة. بعدها 10 سنوات 5 سنوات راح يتغير علم الحديث، راح يحدث فيه قفزة أدق وأفضل من 1400 سنة، وراح يحدث قفزة كبيرة جدا، لأنه هذا النظام سيكون طلع على كل كتب الحديث سواء الموجودة يعني المطبوعة وغير المطبوعة، وسيكون طلع على كل كتب التخريج، على كل كتب الجرح والتعديل. هذه الخزانة كل ما كانت تعلمها أكثر نتائجها أفضل، بهذا سيزيد دقة التخريج، تزيد يعني راح تحصل قفزة كبيرة جدا. أظن هذا أولى بكثير من كثير من تحقيق كثير من الكتب. يتفرغ له 10-20 طالب على مدى 5 سنوات 10 سنوات، فعلا راح يحدث قفزة كبيرة جدا. فعلا هذا الشيء ناقص حاليا في المنظومه. عشان اقرب المثال، اليوم يعني تخصيص سرطان الجلد عند اطباء السرطان، الكمبيوتر صار يعطي نتائج افضل من الاطباء العاديين. ان طلع ما في دكتور في العالم طلع على 3 مليون عمليه سرطان جلد، وما يمكن لاي بشر ما يغضب، ما يمكن لاي بشر يكون غضب من شيء في يوم معين، وهذا كله ياثر على اتخاذ قراره، بينما الآلة ما تتأثر بكثير من الأمور هذه. شكر الله لك أحمد، شكر أحمد، بيض الله وجهك وجزاك الله عنا خير. الفكرة وصلت، ولكن رعاة للوقت تأذن لنا أن ننتقل للأخت هيا، جزاك الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة الله. أول أشكر الدكتورة عبد الله على هذه المحاضرة القيمة. معكم دكتورة هيا القطامي من مسار السنة النبوية في جامعة الملك سعود. احنا قبل كم سنة، بس انا احب يعني المشروع هذا، قبل كم سنة كنا مع كلية الحاسب في قسم تقنية المعلومات في نفس الكلية، وهذه يعني دعوة الى الشراكة البينية بين الاقسام الكليات والجامعات. فعملنا مع القسم، كان عبارة عن مشروع تخرج اللي هو عمل تشجير لكتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله، بحيث أنه يعني طالبات التخرج عملوا مشروع، وصراحة يعني عملوه ولكن لم يكمل المشروع، لأنه
الطلبة تخرجوا، وتعرفوا الطلبة تخرجوا يعني صعب يعني التعاون معهم. لكن بالنسبة لهذا البرنامج الذي ذكرته يا دكتور، اللي هو بناء اللي هو النموذج المعرفي، هذا كان لنا أيضا فيه يعني مساهمة مع الدكتورة مها اليحيى على أساس نعمله لبين علاقات الرواه، علاقات الرواه ما بينهم، ولكن أيضا ما استطعنا إكماله لأنه يعني يحتاج إلى عمل يعني عمل على مستوى اللجان، بحيث هم يعني كنا نصادف صعوبة أنه يعني نحن ليس عندنا العلم الذي عندهم، وهم أيضا ليس عندهم العلم الذي عندنا. فهذه من الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه المشاريع. فلو يقام يعني شراكة بين هذه يعني الجامعات، أقسام الجامعات، على الأقل أن تكون يعني بذرة ويعقبها مشاريع يعني أوسع، لعل هذا يعني يعني هذه المحاضرة تكون يعني بذرة في هذا الشأن. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا هيا، بإذن الله عز وجل نرجو من الله ذلك إن شاء الله. عبد الكريم. شكرا دكتور مالك، الله يحفظكم. حقيقة يشرفني أن أكون مشاركا في مثل هذا اللقاء ومستفيدا من الدكتور عبد الله وبقريبة من مشايخي وأساتذتي في كلية الحديث. مداخلة الدكتورة هي مداخلة يعني كان في ذهني أن أتحدث عن قريب من هذا الموضوع، فبما أن الدكتور عبد الله أستاذ في كلية الحاسب كان سؤالي حول آفاق الشراكة بين الكليات الشرعية وكليات الحاسب. هل للكلية تجربة سابقة في هذا، وما هي يعني فرص النجاح؟ الدكتورة هيا أشارت القضية اللي هي مشاريع التخرج، وقبل تقريبا 10 سنوات كان هناك تعاون بيني وبين طالبات في كلية الحاسب جامعة الملك سعود لمشروع تخرج حول تشجير الأسانيد بشكل عام يعني. والغريب سبحان الله في توافق مع ذكرت الدكتورة هيا، كان ذلك الفكرة هي إنشاء تولز أو خوارزمية مناسبة لإدخال تسلسل السند، ثم البرنامج يولد الشجرة بطريقة رسومية ويعطي مجال واسع، بدل ما يستخدم الطالب الورق العادي ثم يكون عنده إشكالية لورد أن يقحم أو يدخل طريقا في أثناء الرسم فيحتاج أحيانا يعيد الرسم مرة ثانية. والبرامج غالبا يكون فيها مشجرة الأسانيد جاهزة فلا يعطينا فرصة لإدخال مباشر. المقصود أن الإشكالية اللي ذكرت الدكتورة هيا تكررت معي، فالطالبات تخرجنا وأخذنا ألف زائد وبقي البرنامج بصورة غير مناسبة للاستخدام يعني غير مصدر إكسي. هذه الصعوبة دكتور أنا أود يعني وددت أن أشير لأن التشارك بين الكليات هو النواة الأولى، ويمكن أن كلية الحديث مثلا مع كلية الحاسب يأخذون يعني خدمة صغيرة جدا ويوظفون طلاب التخرج فيها، فإذا نجحت هذه الفكرة طورت إلى مثلا طروحة ماجستير أو دكتوراه لأحد الطلاب في أحد الكليتين، أو مشروع بحثي يتولاه أساتذة، فأفاقت شراكة واسعة جدا. ودنا تحدثنا دكتور أنت يسر حول إن كان هناك تجربة لكلية الحاسب مع كلية شرعية حتى تكون منطلق. شكرا لكم وعذرا على الإطالة. الله يعطيكم العافية دكتورة هيا ودكتور عبد الكريم. الحقيقة رأيكم رائع وجميل وفي محله فعلا، وجود التعاون ما بين كلية الحاسب الآلي والكليات الشرعية ككلية الحديث مطلوب جدا. لكن أنا ممكن ملاحظتي على أنه مثل هذه المشاريع لازم بتكون مشاريع الواحد يبتغي فيها وجه الله سبحانه وتعالى، يعني لا يربطها بمشاريع تخرج للطلاب. أقصد أنه الأفضل مثل هذه المشاريع الكبيرة أن تكون مشاريع مدعومة بحثية على مستوى الجامعة، يعمل لها فيها الطالب، ومن ثم الطالب إذا خلص دراسته عاد يعني تنتهي دراسته، تنتهي المهمة اللي قام فيها، لكن يبقى المشروع. لذلك الأساس هو بناء مبادرات ومشاريع على مستوى الجامعة يتم فيها إشراك الطلاب، بحيث أن الطالب ينتهي مشروع تخرج وبينتهي، يعني ما بيكون مستوى مثل هذه المشاريع المطلوبة واللي إحنا فعلا في حاجتها إنها يكتفى بها إنها بتكون مشاريع طلابية. لازم بتكون مبادرات وطنية تتبناها الجامعة، غير كذا ما راح تنجح مثل هذه المشاريع. إحنا لدينا مشاريع كثيرة وتجارب كثيرة
بمجرد أنه بينتهي طالب مجموعة الطلاب في مشروع التخرج مات المشروع. لذلك لابد أنه بيكون ربطها بمشاريع مدعومة من الوزارة مثلا، أو عمادة البحث العلمي بتقدم دعم لمثل هذه المشاريع. أنا حاليا شغال على مشروع في مع الوزارة مختص في اللغة العربية، فهم النصوص باللغة العربية. مثل هذه المشاريع هي التي تبقى، هي التي يبقى صداها. يعني هذه إجابة للنقطة الأولى، كيف نحافظ، كيف يعني نبقي هذه المشاريع تبقى معنا لأجيال القادمة. النقطة الثانية، هل لنا تجارب سابقة؟ نعم، في مجموعة مشاريع من أعضاء التدريس وكانت حقيقة مبادرات مخصصة في تصنيف الحديث. في الدكتور محمد بن عيدة والدكتور عبد الله النعمون كانت لهم مبادرات، وأعتقد كان لهم تواصل مع أحد المراكز لحصولهم على دعم، وأعتقد أنهم بدأوا في مشروع بالاعتماد على تعلم الآلة. ما أدري، ممكن يكون الأعضاء هذول يتواصلوا مع بعض أعضاء كلية الحديث، ما لدي خبر، لكن هذه واحدة من المشاريع. من المشاريع الطلابية أيضا كان هناك بعض البرامج الخاصة بمتابعة الأشخاص في تحفيظ القرآن الكريم، متابعتهم وقراءة فهم سلوكهم، ومن ثم إعطاء توصيات لهم لتحفيزهم في عملية التحفيظ. هذه فيها برضو نسبة من الذكاء في اللي تساعد الذكاء الاصطناعي اللي تساعد الطلاب في حفظ القرآن الكريم. أتمنى كذا أكون جاوبت. الصوت واضح؟ أحسن عليك دكتور عبد الله. إيه نعم واضح. أيوة. جزاك الله عنا خير. أرجو الفكرة وصلت. ولعلنا نختم بالدكتور محمد بخيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ما شاء الله الدكتور عبد الله أجاد وأفاد في هذا الموضوع، وأمتعنا هذه الليلة بهذه الأطروحة، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. والحقيقة هذا موضوع قيم جدا، لكن أنا يعني لي ملاحظة على يعني استخدام هذا الذكاء في علم الحديث. طبعا هذا الاستخدام سيكون في مجالات معينة، يعني مثل ما ذكرتم في جمع الطرق، في ذكر مثلا ألفاظ الحديث ومعاني الكلمات. لكن هناك أشياء في علم الحديث ما يمكن أن يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي حسب يعني فهم القاصر، ويعني العلم يتجدد، الله أعلم الذي سيكون يعني في المستقبل. لكن الحكم على الحديث هناك أحكام ظاهرة، وهذه أمرها سهل، يعني هذا منقطع، فلان لم يلقى فلان، كذا بحسب المدخلات. لكن هناك يعني أحكام على الحديث تحتاج إلى يعني نظر وتأمل ودراسة قرائن، جمع طرق والاعتضاد وعدم الاعتضاد، هل يقبل هذا الشاهد أو لا يقبل. هذه أمور يعني إذا كانت القراءة من الكتاب وحدها لا تكفي، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فكيف بآلات يعني تجمع فقط من دون يعني من دون فقه في هذا الباب. فلا شك أن استخدام هذا الذكاء له أهمية كبيرة، وسيختصر علينا وقت كبير في هذا الأمر، مثل ما اختصرت علينا البرامج الحديثية الآن الموجودة. لكن ننتبه من هذه القضية، أننا لا نحكم هذا الذكاء الاصطناعي في قضية التصحيح والتضعيف، فيأتي إنسان بضغطة زر يقول أنا صححت هذا الحديث، هذا ليس لك، إنما هو لعالم ينظر في الطرق ويعني يبحث في القرائن من حيث القبول أو الرد، والله أعلم. هذه مداخلتي، وجزاك الله خير دكتور عبد الله، وجزا الله الحضور خير الجزاء على هذه الإفادة، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب أنا بس لي ملاحظة بسيطة على الدكتور محمد، وأيدك فعلا في كلامك صحيح. لذلك أنا ذكرت أنه لابد في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية لابد أنها تخضع لاختبارات تقييمات من ناس متخصصين ثقات قبل نشرها،
لا يمكن زي ما ذكرت أنا معك فيها، يعني لا يمكن الاعتماد بالتنبؤات اللي بيعطيها الذكاء الاصطناعي في مجالات هذه. طبعا التنبؤات دائما بتصدر عن طريق تعلم الآلة، لكن إذا اعتمدنا على منهجيات المنطق فالمنطق دائما يعطينا يعني يعطينا استدلال، يعني لما بيكون هناك رأي معين الرأي هذا ذو دلالة فالدلالة حتكون واضحة، قد تقبل به وقد لا تقبل به. لكن كونه أنه بيعطينا فرصة فهم النقاط الخلاف نقاط التشابه هذه بحد ذاتها قد تكون مفيدة، يعني قد لا قد تكون الفائدة هي في عملية التحليل وليس في عملية استخدامك في توقع أو في التنبؤ. هذا والله أعلم. السلام عليك شيخ دكتور عبد الله، وبارك في علمك ووقتك، واستفدنا الحقيقة في هذا اللقاء، وأسأل تعالى أن يكتب أجركم وأجر الحاضرين، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.